تمكنت عناصر المسعى ولاية الشرطة القضية بالتنسيق مع عناصر الأمن الحضري الرابع من وضع حد لنشاط شبكتين تنشطان في مجال المتاجرة والنقل لغرض ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة في عمليتين مفصلتين حيث أسفرت العملية الأولى عن توقيف شخصين بحوزتهما ما يقارب 9 كيلوغرام من الكيف المعالج و37 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل وبريغابالين المعروفة بالصاروخ وكذا أسلحة بيضاء من الصنف السادس ومعدات لتجهيز المخدرات تستعمل للتغليف والتوزيع اما العمليه الثانيه اسفرت عن توقيف شخصين اخرين بحوزتهما 720 قرص مهلوس من نوع بريغابالين